صباح الخير مشاهدينا، شو مخبيت لنا أبراجنا الـ 12 لليوم؟ رح نكتشف سوا بفكرة جديدة من أوروسكوب. حب أذكركم إنكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com إذا حابين تسألوني أي شيء بخص برجكم أو عالم الفلك. والبداية اليوم مثل كل يوم مع برج الحمل. مهنياً، غياب الرقابة ما بيعني إنك تستلشئ بشغلك. عاطفياً، بالك مشغول على الشريك من وراء تصرفاته. صحياً، حاول تتجنب الانفعالات وحافظ على هدوءك قد ما فيك. الثور، عملياً أنت مرهق من كتر الشغل، حاول إنك تاخد فرصة بأسرع وقت. أما عاطفياً، الشريك بيحاول يفرض عليك بعض القرارات وهذا الشيء بيولد مشاكل بيناتكم. انتبه على نظافة أكلك لما تعاني من وجع أو ضرر ناتج من أكل مش منيح. الجوزاء، عملياً أبواب جديدة بتنفتح لك بمجال عملك والنجاح رح يكون حليفك بأي مشروع بتقرر إنك تقوم فيه. عاطفياً أنت اليوم عاطفي كتير وانفعالي، حيال لكلمة صغيرة رح بتأثر عليك وتزعلك. صحياً بتعد عن التدخين تتريح صحتك قد ما فيك. السرطان، عملياً بتلاقي الحلول بسرعة اليوم وبتكون نشيط وذكي بعملك. أما عاطفياً بتفكر كتير اليوم بمشاعرك وبتجرب تحددها وتعرف إذا بدك تكفي بالعلاقة يلي أنت فيها هلأ أو لا. صحياً تباع المثل يلي بيقول نام بكير وقوم بكير وشوف صحتك كيف بتصير، لأنه التعب اللي عم تحس فيه سببه قلة النوم. الأسد، عملياً صرت تعرف تشتغل على السكت بلا ما تلفت أنظار يلي بدهم يأذوك. عاطفياً الأجواء رومانسية بينك وبين الشريك بامتياز. صحياً بتعد عن الأجواء الصاخبة تتريح حالك قد ما فيك. العذراء، عملياً مشاريع جديدة بتتقدم لك بمجال عملك وبتخولك إنك توصل لمراتب أعلى بمكان شغلك. عاطفياً أنت عم تشعر بالحب بس تجاربك السابقة ما بتشجعك تعترف بهيدا الشيء. صحياً خصص وقت تتقعد مع أهل والأصحاب لأنك عم تقصر تجاه عائلتك. الميزان، عملياً كلك نشاط اليوم بتعدي كل يلي معك من هيدا النشاط وبتكون مليان من الطاقة الإيجابية وبتوزعها على كل زملائك بالعمل. عاطفياً يمكن علاقة عن بعد ما بتناسبك، راجع قراراتك وخذ قرار لأنه الشريك ببلد وإنت ببلد. صحياً ما تهمل الراحة النفسية وجرب تفادى الضغط قد ما فيك. عزيزي العقرب، عملياً ما حدا بيقدر يوقف بوجهك اليوم لأن بكل بساطة صاحب الحق سلطان. عاطفياً بتطلب فترة بعد ما بتكتشف إنه الشريك ما كان صادق معك له فترة وعم بخبي عليك. صحياً يمكن تتعرض لوعكة صحية تجبرك تأجل مشاريعك بالمستقبل. القوس، عملياً الحسد والغيرة محاوطينك هيدي الفترة، انتبه من أقرب الناس وخاصة بمكان عملك. عاطفياً بفاجئك أحد الأقارب بقرار لا على البال ولا على الخاطر اليوم بموضوع ارتباط. صحياً تبع المشي كل يوم قد ما فيك تتريح صحتك أكثر. الجدي، عملياً وقت قليل بيفصلك عن ترقية كنت عم تحلم فيها وتشتغلها لك فترة. عاطفياً أنت محظوظ باهتمام الشريك فيك ودعمه لك بكل القرارات اللي بتخدها. صحياً خصص وقت للعب والضحك تما تضلك عايش بالضغط اللي عايش فيه بسبب عملك. الدلو، عملياً ما في شيء بينقصك لتقوم بعمل صعب ومهم كرمال تتبرهن للكل إنك أنت إنسان جدي وناجح. عاطفياً أنت والشريك عم تتقربوا من بعض بخطوات ثابتة وهيدي العلاقة متجهة نحو محل جدي أو ارتباط أو زواج. صحياً حاول الاهتمام بجسمك أكثر. برج الحوت، عملياً بتحصل على تنويه من أشخاص أنت بتقدرون بشغلك. عاطفياً لازم تفكر جدياً بالخطوة اللي لازم تعملها بخصوص العلاقة اللي أنت إلك فترة عايش فيها بس منك مرتاح. صحياً اهتمامك بالرياضة مفيد جداً لصحتك. مولود اليوم بدنا نعيدك ونقول لك عقبال المية. من صفاته أنت معروف عنك أنك عصبي وردة فعلك سريعة بالحكي وبالفعل. أنت إنسان بيتعلق بسرعة ومشكلتك بالعلاقات هي الغيرة القوية. طبعك بيساعدك تنجح بالمهن القانونية والإدارية. أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم، أنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفكرة جديدة بأوروسكوب.